عنده والشركة. هن اللي زرعوا الموت ونحن زرعنا الحياة. نحن جورج ابن كنيسي. جورج جورج بن عماير بدي جوزه عيد ميلاده ب 27 الشهر. بعدين ما هي عم يهير للسجرة وقبل بشهر بيحتفل فيه. بعدين ما يجوز عبيد لبيت اولاد راح عند العذراء يسوع. حيجي العيد وما حيكون معنا ثروت مثل ما كان كل سنه. للاسف بدل ما يكون عم نتصور نحن وثروت هلا عم نتصور حد شجرة محطوط عليه اسمه من ورا كل حدا ظلم وكان سبب بالانفجار. ربيته تشوفه عريس بس للأسف الغدر أخذوا مني. إن شاء الله الحقيقة بتبين مثله مثل هاي الضحايا كله مثل عمه أبو جورج ابنه كمان راح. طب ليه حدا لقلنا ليه؟ ليه الظلم؟ بدي اقول له انه نحن كل هالعيد ولا يوم مرق ما تذكرناك فيك، خصوصا لانه فارس بهالعيد ما كان يترك بيت ما يعمل فيه مغاره، هو بنفس الوقت كان عم يعمل مغاره عند يسوع تيولد من جديد فوق. بدي اقول له انه انت باقي بقلوبنا لاخر نفس.